السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لعلنا نستمر في نشر المزيد من الفيديوهات إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد. حبايبي الحلوين، يا رب دايما مبسوطين وبابا منورين. رجعنا النهارده لحدوته جميله وسليه مفيده. حدوته النهارده عنوانها هاني والقط. كان في قديم الزمان رجل يملك طاحونا وحمارا وقطا. عندما مات هذا الرجل الفقير تقاسم أولاده ما تركه من بعده، فأخذ الولد الكبير الطاحون وأخذ الولد الثاني الحمار، ولم يبقى للصغير هاني إلا القط. ثم غادر الأخوان الكبيران المنزل رافضين العيش مع هاني الصغير بحجة أنه يتعبهما. جلس هاني الصغير في إحدى زوايا المنزل ونظر القط وقال له بحزن: والآن يا قط الصغير، كيف سأعتني بك؟ ولكنه دهش عندما سمع القط يتكلم فيجيبه قائلا: لا تقلق بشأني يا صديقي، سنجد طريقة ما. اقترح القط على هاني مغادرة المنزل إلى مكان لا يعرفه فيه أحد، فوافق هاني على ذلك الاقتراح. مشى هاني والقط يوما كاملا ونام ليلة في البراري. وفي صباح اليوم التالي قال القط لهاني: أحضر لي جزمة وكيسة ودعني أتصرف، وسوف نحظى برزق وفير إن شاء الله. استغرب هاني هذا الكلام، ومع ذلك فقد أحضر لصديقه القط ما طلب. لبس القط الجزمة وحمل الكيس وذهب إلى حقل القمح، حيث كانت طيور الحجل تملأ المكان هناك. فتح القط الكيس ووضع فيه حبات من القمح. لم تعرف طيور الحجل بخطة القط، ودخلت الكيس. وعندها قبض القط بسرعة وربط الكيس وحمله على ظهره فرحا بصيده الثمين. كان ملك تلك المدينة يعاني من آلام في المعدة، وقد وصف له الطبيب أن يأكل لحم الحجل المشوي. اهتم القط بهذا النبأ وتوجه من فوره إلى قصر الملك بالحجلات التي اصطادها، وطلب مقابلة الملك وقدمها له قائلا: يا ملك الزمان، هذه هدية متواضعة من سيد الأمير محمد الذي يتمنى لك الشفاء التام. وبعد عدة أيام عرف القط بأن الملك يريد أن يأكل لحم أرنب بري، فلم يتردد في إحضار أرنب وإهدائه للملك باسم الأمير مهند أيضا. وهكذا كان القط يقدم للملك الكثير من الصيد كل يوم باسم الأمير مهند. وكلما أبدى الملك رغبته في أن يكافئ سيد القط الأمير مهند، كان القط يعتذر بكل أدب وتواضع. وفي أحد الأيام أخذ الملك ابنته الوحيدة في نزهة خارج المملكة، وكان عليه أن يعبر النهر. وحينما علم القط بذلك فرح كثيرا. طلب القط من هاني أن يذهب ويغتسل في النهر، وما لبث القط أن رمى جميع ملابس هاني القديمة في النهر. وعندما مر الملك بدأ القط يصرخ: أرجوكم أنقذونا، أنقذوا سيد الأمير مهند، إنه يغرق في النهر.
سمع الملك تلك الاستغاثة فأمر رجاله بإنقاذ الأمير محمد. وعندها التفت القط وقال للملك: أيها الملك، لقد هاجمنا قطاع الطرق وسرقوا ملابس سيدي. أمر الملك بإحضار ملابس ثمينة لهاني، وحينما ارتداها بدأ هاني شابا وسيما بتلك الملابس الملكية الثمينة، وكان في غاية الأناقة. أعجبت الأميرة بجمال هاني الشاب الوسيم الذي سمعت عنه الكثير. استغل القط وقوف عربة الملك فأسرع إلى الحقول المجاورة، وقال للفلاحين: إذا أتى أي شخص وسألكم عن صاحب هذه الأرض فأخبروه بأنها للأمير محمد. وافق الفلاحون على ذلك بكل امتنان. كان القط يرقد أمام الملك، وكان الملك يسأل صاحب تلك الأراضي فيقولون إنها للأمير محمد، ولكن الحقيقة هي أن تلك الأراضي كانت من أملاك عفريت لعالم يسكن في القلعة المجاورة. ركض القط إلى قلعة العفيف وقاله متحديا: هل تستطيع أن تحول إلى سبع نحيف؟ هز العفيف رأسه من غير قوته وقال: ثوان، بدأ سبعا نحيفا. فخاف القط منه وأسرع فقفز إلى السقف وطلب من العفيف أن يتحول إلى فأر. ابتسم العفيف معتدا بقدراته وتحول إلى فأر في الحال، فهجم القط عليه وأكله. وعندما وصل الملك استقبله القط وقال له: أهلا وسهلا بك في قلعة الأمير مهند، لقد شرفتنا زيارتك الكريمة يا مولاي. قال الملك للشاب: أريدك أن تكون زوجا لابنتي الوحيدة. وسلم الملك على هاني يدا بيد، وأعلن هاني قبله بذلك الشرف العظيم، وتزوج الأميرة، ودعا الفلاحين من القرى المجاورة إلى وليمة راسه. شكر هاني صديقه القط على كل الخدمات الجميلة التي قدمها له، وقام بإهداء القط جميع أملاك العفيف، فأصبح القط غنيا جدا، ولم يعد بحاجة الآن ليصطاد الفئران، لكنه مع ذلك وقد كان يطارد الفئران لا لكي يأكلها بل يلعب معها ويتسلى. حدوتة، قصة الحدوتة.